السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat. Donc aujourd'hui, sur la page 179, on va résoudre l'exercice 17 sur les suites numériques. Donc on considère la suite numérique UN définie par. Donc montrer que quel que soit n appartenant à n, un est comprise entre 0 et 4. Donc bien sûr, faire la question, on va utiliser la récurrence, puisqu'on a une suite récurrente, donc initialisation donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc pour n est égal à 0. Pour n est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On a un ou la u0 est égal à combien? Est égal à 3. Ou 3, il est comprise entre 0 et 4. Donc la proposition est vraie. Donc, ben c'est pas 0, la proposition est vraie. Donc, quand je suis chauffé, ben c'est pas n plus 1 ولكن حتى نفترض بانها الي فري بالنسبه لان دونك هنا ليغيديتي دونك ليغيديتي دونك كيس كون فوا دير كيل كو سوا ان ابارتونون ا ان سيبوزون كو يو ان est comprise entre 0 et 4. Et montrons que un plus 1 est comprise entre 0 et 4. Donc, on a bien sûr, on va prendre ce معطى qui va nous donner un معطى, c'est une hypothèse, on va prendre خصنا نوصلو ل un plus 1 comprise entre 0 et 4. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On a ou là j'ai un plus 1 tout d'abord. Donc un plus 1 à quoi c'est égal? D'après les données, on a un plus 1 est égal à la racine carrée de un plus 12. On va dire attro un plus 1 انطلاقا من l'hypothèse. On a d'après l'hypothèse idan عندنا انطلاقا من الافتراض دونك ليبوتيز كيبقى افتراض حتى نثبتو العكس او لا نثبتو بانه صحيح دونك دابخي ليبوتيز عندنا يو ان كومبريز اونتر 0 اي 4 دونك غادي نحاولوا ناثروا يو ان بلس 1 دونك غادي نزيدو 12 دونك ناخذ يو ان نزيدو ليها 12 والاطراف الاخرين غنزيدو 12 وهنايا 0 غادي نزيدو 12 دونك كيسك سافا دوني هادشي غادي يعطينا يو ان بلس 12 كومبريز اونتر 16 اي 12 غادي ندخلو عليها لا غاسين كاري هكذا باش نحصلو على يو ان بلس 1 دونك بيسك هاد لو هاد هاد المجال الي بوزيتيف ما يمكنش ندخلو لا غاسين كاري على مثلا كون كانت عندنا هنا ناقص 12 مثلا امبوسيبل فلا غاسين كاري حتى كنتاكدوا من لانتيرفال سي تان انتيرفال بوزيتيف يعني هاد هاد يو ان بلس 12 يعني يعني لي فالور ديالها اونتر 12 اي 12 سكي في دابا نقدروا ندخلوا لا غاسين كاري على الاطراف دونك تعطينا هنا لا غاسين دو 16 وهنا لا غاسين دو 12 هذه ما هي الا يو ان بلس plus 1 donc il y a un plus 1 donc un plus 1 va être entre هنا يا تعطينا 4 وهنا لا غاسين دو 12 بيان سور حنا لوبجيكتيف ديالنا مازال ما وصلنا ليه شنو كنا خصنا نثبتو بان الي كومبريز اونتر 0 و 4 بالنسبه ل 4 وصلنا ليها ولكن ما وصلناش ولكن حنايا شنو عندنا واحد العدد كبر من جدر 12 بيان سور الي سوبيريور او ايغال ا ce qui fait un a un plus 1 il est comprise entre 0 et 4
دونك غادي نمشيو لا كونكلوزيون. دونك لا كونكلوزيون دونك بالنسبه لا كونكلوزيون كيس كون فوا دير. دونك دابخي لو برينسيپ ديالاش دابخي لو برينسيپ دو ريكيرونس de récurrence, qu'est-ce qu'on va dire? D'après le principe de récurrence, la proposition supposée, est vraie. C'est-à-dire que UN, entre 0 et 4, donc, تزناها بحال اللي تجاوزناها. حنا شنو درنا دابا الريكيرونس بحال اللي تجاوزنا اي ان وتزنا الاي ان بلس ولقينا اي ان بلس ان صحيحه. اذا هذا كيفرض على اي ان حتى هي تكون صحيحه وما قبلها حتى الاي زيرو. دونك هذا هو البرينسيپ ديال الريكيرونس. دونك اون باس ا لا كيسيون سيفونت مونتري كو بور توت ان ابارتونون ا ان اي ان بلس 1. دونك هنايا اش كنشوفوا هذه كنفكروا بيان سور فاش كنبغيو نثبتو لا كرواسونس ولا لا ديكرواسونس ديال لا سويت او بيان لا مونوتوني. دونك هنايا بيان سور كيس كون فافير غادي ناخدو نثبتوها. دونك عندنا يو ان بلس 1 غنطرحو منها يو ان. يو ان بلس 1 غادي نعوضوها بدلالة يو ان. دونك راه هي عندنا بدلالة يو ان كوسيت ايكال. دونك عندنا كتساوي لا غاسين ديال يو ان بلس 12 وهنايا موان moins la racine de un plus 12 moins un. Donc qu'est-ce qu'on va faire hein? Bien sûr, on va faire le conjugué. On va faire le conjugué. Donc il a faire le conjugué. Donc je vois le conjugué. Donc on a la racine de un plus 12 moins un. دونك الكونجوغي ديالها بيان سور هو لا غاسين ديال يو ان بلس 12 موان بلس يو ان. هنايا لتحت في الدينوميناتور عندنا واحد دونك غادي تعطينا لا غاسين ديال يو ان بلس 12 بلس يو ان. دونك هذا هو الكونجوغي بيان سور اللي ضربنا فيه في البسط والمقام. دونك كيسك سافا دوني غتعطينا هذا او كاري غادي يعطينا يو ان بلس 12 son racine carrée moins un au carré sur la racine d'IL un plus 12 plus un. Donc là, nous avons d'abord il a carna بالنسبه ديك الشيء اللي وصلنا. بيان سور حنا وصلنا لهادي مزيان هاي ولكن باقي لنا خصنا نشتغلوا في النيميراتور باش نلقاو ديك الاكسبريسيون. دونك باش نلقاوها دونك بيان سور خصنا نفاكتوريزيو. دونك باش نفاكتوريزيو كيس كون فافير سوا نمشيو لدلتا سوا اننا غادي ناخدوها غير من هنا. لاحظوا هنايا غير من هنا غادي نعرفوا بان اذا هنا بان راه يعني تو دابور نخرجو لومون. دونك غادي نعملو بناقص. الى عملنا بناقص غتعطينا يو ان او كاري نرجعو على القدام ناقص يو ان ناقص 12 على لا غاسين ديال يو ان بلس 12 بلس يو ان. هنايا كيمكن نستعملو دي ميثود. مثلا لا ميثود اللي بانت ليا هنا هو اننا هاد لو 12 غادي نقسموه 9 و 3 9 و 3. دونك غادي يعطينا يو ان او كاري ناقص 9 ناقص يو ان ناقص 3 سور يو ان بلس 12 غاسين كاري بلس يو ان. اذا هنايا عندنا ايدونتيتي ريماركابل هادي غادي نعملوها وهادي غنعملو بنموها. دونك الى عملنا هادي غتعطينا يو ان بلس 3 فوا يو ان موان 3 وهادي غادي نعملو بلوموا غتعطينا يو ان بلس 3 ولتحت غتبقى لا ميم اكسبريسيون حيت هاديك ما غاديش نتوشيوها. دونك هنايا كيسكون فافير اون فا فاكتوريزي بار يو ان بلس 3.
دونك موان يو ان بلس 3 فوا هنا غتبقى لنا يو ان موان 3 موان دونك هنايا سور لا غاسين ديال يو ان بلس 12 بلس يو ان فينالمون دابا غنوصلوا لذاك ليكسبرسيون اللي طلبوا منينا دونك ناقص يو ان بلس 3 فوا يو ان موان 4 Donc moins 4 sur la racine d'IL UN plus 2 plus UN. Donc rajoutons la question suivante. Puis déterminer la monotonie de la suite. Il y a un débat. Il y a un bien sûr. Bien sûr, je vais vous dire la monotonie. La racine d'IL la suite. Le guinée a une expression qui s'en dresse les hallucines. D'accord. دونك بالنسبه لهادي الي بوزيتيف علاش لان يو ان بوزيتيف محصوره بين 0 و 4 هذا ستان غاسين كاري 0 هادي الي بوزيتيف حيت كذلك يو ان محصوره بين 0 و 4 دونك لو سيني دو لا دونك كيس كون فادير لو سيني دو يو ان بلس 1 موان يو ان شكون هو اي لو سيني ديال اي لو سيني ديال اش دو موان يو ان موان 4 يعني الا عرفنا لو سيني ديال هذا الشيء اللي بقى هذا هو لو سيني ديالها اما الباقي سي بوزيتيف دونك داك الشيء اللي بوزيتيف كنعزلو كنبقاو اذا هنايا عندنا ندرسو لو سيني نتاع هذا شنو عندنا عندنا يو ان محصوره بين 0 و 4 نقصو 4 دونك يو ان بلس 4 محصوره نقصو دونك موان 4 موان 4 يعني كنقطرو هاد الشيء هذا نقصو 4 غادي تعطينا يو ان كومبريز اونتر موان 4 اي 0 نضربو في الموان دونك الا ضربنا هاد الشيء في موان زان لان حنايا عندنا هنا لو سيني موان داكور خصنا نضربو في الموان دونك الا ضربنا الاطراف ديال لينيغاليتي فوا موان غتعطينا يو موان يو ان موان 4 الي كومبريز اونتر كوا entre 0 et 4 غادي ترجع لبلاصتها سكي في كوا اذن هادشي الى بوزيتيف دونك كيس كون فا دير دونك يو ان بلس 1 موان يو ان كذلك الى بوزيتيف مادام هادشي محصور في واحد المجال كي بوزيتيف اللي قلنا بانه هو لو سيني ديال يو ان في البدايه ما ظهرش لينا ما بانش لينا ملي بيناه دابا دونك كيس كو سافو دير هادشي كو يو ان بلس 1 الحد العام ان زائد 1 كبر من الحد العام ديال ان سكي في كيس كون فادير دابا دونك لا سويت يو ان اي كروسونت هما قالوا لنا درس لا مونوتوني دونك حنا لقيناها لا مونوتوني ديالها الي كروسونت Donc, on déduit que la suite UN est convergente. Donc, هنا غادي نستعملو واحد يعني واحد القاعدة هو أنه فاش كتكون عندنا لا سويت كرواسونت كنقلبو إسكيلي ماجوري. دونك غادي نجي نقولو بيسك UN كومبريز أونتر كوا أونتر 0 و 4. دونك UN إي ماجوري بار كوا إي ماجوري إذا يعني مكبورة ماجوري مكبورة اي ماجوري بار 4 يعني شنو هي ماجوري بار 4 يعني اقصى قيمة تاخدها هي 4 وبما انها ماجوري بار 4 اي كرواسونت دونك يو ان اي كونفيرجونت يعني دابا ثبتنا بان لا سويت ديالنا كونفيرجونت كيبقى غير نلقاو ليها لا ليميت كيبقى دابا غنستعملو دي ميثود اللي غادي يخليونا نعرفوا لا ليميت شحال لا ليميت عرفناها ما غديباسيش 4 ولكن واش غتساوي 4 او لا اقل من 4 هنا بيان سور اما كنستعمل واحد لا سويت جيومتريك او لا واحد لا سويت اريتميتيك او لا كنأطروها بدي ميثود كنديروا لها تقطير يعني كنقلبوا على واحد لا سويت اخرى اللي تكون كبر منها ونعرفوا لا ليميت ديالها وهي كونفيرجونت وغادي تضطر يو ان حتى هي تكونفيرجي او لا كنستعملوا لا فونكسيون هادشي مازال ما درناه ديال لا فونكسيون راه جاي دونك هادو دي ميثود
كلهم لي ميثود اللي كيتستعملوا بيان سور لوبجيكتيف ديالهم سي ديتيرميني لا ليميت دو لا سويت. دائما لوبجيكتيف هو لا ليميت. دونك غادي نمشيو نشوفو شنو غادي يجيبو لينا في هاد ليكزيرسيس. دونك غادي يجيبو لينا واحد لا سويت اخرى. دونك هذا كيبين بان ما غايستعملوش لا سويت جيومتريك باش نلقاو لو تيرم جينيرال نحسبو لا ليميت. ما غاديش يستعملوا لو تيرم جينيرال ديال لا سويت اريتميتيك باش يساعدنا على اننا نحسبوا لا ليميت. غادي يستعملوا دي زونكادرمون ونستعملوا الريكورونس. وفي التالي غنلقاو واحد لا سويت اخرى اللي غتكون اكبر من لا سويت ديالنا يو ان، وبها غادي نلقاو لا ليميت ونشوفوا اسكو لا ليميت فا كونفيرجي فير 4. Donc la question numéro 3 montrer que quel que soit n appartenant à n a de la proposition. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la différence. Donc on va la différence bien la valeur absolue de n plus 1 moins 4. On va mettre 1 sur 4 la valeur absolue de un moins 4. On va mettre le signe. Donc bien sûr, on a déjà démontré bien n. هنايا الى بغينا نقولوا بيسك دابري لا كيسيون لي كيسيون بريسيدونت بينا بان يو ان الي كومبريز اونتر 0 و 4 وكذلك يو ان بلس 1 الي كومبريز اونتر 0 و 4 سيتادير كوا سيتادير من هذه غادي عندنا يو ان موان 4 يو ان موان 4 بيان سور شنو غادي تكون un moins 4 غتكون محصوره بين موان 4 و 0 و un plus 1 موان 4 حتى هي غتكون محصوره بين موان 4 و 0 c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que ils sont négatifs دابا هادي نيجاتيف وهادي نيجاتيف هادي دابا نيجاتيف دونك دابا الا بغينا نحيدو لا فالور ابسولو اش كيس كون فافير غادي نقلبو دونك غادي تولي لنا هادي هي 4 موان يو ان بلس 1 موان 1 سور 4 وهذه 4 موان يو ان لان لو كان كانوا بوزيتيف غادي نحيدوا لا فالور ابسولي وما نديرو حتى شونجمون ولكن هما بحيت لانترفال ديالهم الي نيجاتيف يعني دابخي داكشي اللي ديمونطرينا في الريكيرونس دونك هنايا كيس كون فافير غادي نمشيو وكنحسبوا في هذا الشيء هذا دونك عندنا 4 moins un plus 1 il y a la racine d'iel un plus 12 moins 1 sur 4 il donne moins 1 sur 4 il a drôme 1 sur 4 ça t'en a moins 1 donc on a moins 1 sur 4 on drôme moins un ça t'en a plus 1 sur 4 donc كيسك سافا دوني غتعطينا ناقص لا غاسين ديال يو ان بلس 12 بلس 3 بلس 1 سور 4 يو ان دونك بيان سور هاد لاكسبرسيون خصنا ندرسو ليها لو سيني دونك باش ندرسو لو سيني كيسك اون فافير دونك بريمير دي شوز غادي نعملو ب 1 سور 4 كيسك سافا دوني غتعطينا هنا ك موان 4 لا غاسين ديال يو ان بلس 12 بلس 12 بلس يو ان دونك هنا كيسك اون فافير غادي ناخدو هذا يعني غنضربو في الكونجوغي ديال هذا هذا نعتبره لو بروميي تيرم وهذا لو دوزيام تيرم وغنضربو في الكونجوك دونك كيسك سافا دوني غتعطينا واحد على ربعة هذا او كاري 12 بلس يو ان او كاري بلس 4 لا غاسين ديال يو ان بلس 12 هذا الكونجوك ولتحت الفوق غادي نرفعو للكاري هذا الى رفعنا للكاري غادي يعطينا 12 plus un au carré moins 16 fois un
بلس 12. دونك هنايا راني ضربت انا في الكونجوغي هنا، دونك هنا عندناها قلبت وضربت. دونك هنايا 12 بلس يو ان ناقص 4 لا غاسين ديال يو ان بلس 12، يعني قلبت المواقع بعدا وضربت. دونك هنايا داكشي علاش ضربت هنا في البلوس. دونك كيسك سافا دوني؟ دونك غادي تعطينا 1 سور 4، هادي متطابقة هامة. شنو تعطينا؟ تعطينا 144 زائد 12 في 2 24 يو ان زائد يو ان او كاغي. هادي غادي نشروها تعطينا ناقص 16 يو ان ناقص 16 في 12. دونك ناقص نضربو 16 في 12. دونك هنا غتعطينا 104 16 في 12 196 ناقص 196 على هادشي اللي لتحت. حنا علاش درنا المرافق؟ باش عزلنا داكشي لي بوزيتيف لتحت باش ما يأثر ليناش على لو سيني. داكوغ؟ دونك ناقص 12. اذا دابا غادي نديرو دي سامبليفيكاسيون الفوق ونشوفو شنو غتعطينا. 144 نقصنا منها 196 غنقصو 6 من 4 تبقى 2 9 19 ناقص 14 5، اذا 52. 24 نقصنا منها 24 يو ان ناقص 16 يو ان كتعطينا 8 يو ان. ثم عندنا يو ان او كاري فوالا. دونك 1/4. اذا لو سيني نتاع هاد لا ديفيرونس غادي يكون بيان سور هو لو سيني ديال هادشي اللي الفوق. غادي نمشيو للتأطير. دونك دابا باش ندرسو الاشاره، دابا لو سيني هو هذا. الا درسنا لو سيني ديال هذا خصنا نلقاوه نيجاتيف. الا ما لقيناش نيجاتيف ستادير. دونك شنو عندنا؟ قلنا يو ان اي كومبريز اونتر 0 و 4 ستادير غنأثرو يو ان او كاغي. دونك غنمشيو يو ان او كاغي. يو ان او كاغي غادي تكون محصوره بين 0 16، غادي نزيدو 8 يو ان. 8 يو ان غتكون محصوره، دونك حنا غاديين غتكون محصوره بين 8 في 0 8 و 8 في 4 32. غادي نجمعو دونك 8 يو ان او كاري زائد 8 يو ان. دونك غادي تكون بين 0 و 8 و 40 و 8 و 40. غادي نقصو 52. دونك يو ان او كاري زائد 8 يو ان ناقص 52 غادي تكون بين 2 ناقص 52 و 48 ناقص 52 تعطينا ناقص 4. سكيفي هادشي الي نيجاتيف. دونك بما ان هادشي نيجاتيف اذا هاد لا ديفيرونس هادي انفيريور كالاس. داكشي علاش عزلنا هادشي؟ لان هادشي اللي تحت لي بوزيتيف هادشي كله موجب، وهادشي اللي الفوق حنا درسنا له لو سين. سيتادير لا بروميير ديفيرونس اللي بلينا بها اللي هي عندنا لا فالور ابسولي. دونك La valeur absolue d'IL UN plus 1 moins 4 est inférieure à 1 sur 4 la valeur absolue d'IL UN moins 4. Donc, c'est l'objectif. La différence est négative. On passe à la question suivante. En déduire. Donc, on déduire que. Je vous dis qu'on déduire, c'est-à-dire qu'on déduire une amélie basse. Mais on ne va pas loin. Donc, دونك هنايا بطبيعة الحال حتى هنا غنستعملو الريكيرونس، ولكن غادي نكونو داكشي اللي خدمنا بريسيدامون غادي يساعدنا ليكسبرسيون اللي لقينا. دونك دابا لينيسياليزاسيون، دونك بوغ ان ايت ايكال ا زيرو، بوغ ان ايت ايكال ا زيرو اون اذن يو زيرو موان 4 لا فالور ابسولي ديالو شحال كتساوي 3 ناقص 4 ستادير 1، بالمقابل 1/4 اس 0 كتساوي 1. دونك اذا بالنسبة لزيرو عندنا يو 0 موان 4 ايت انفيريور او ايكال 1 سور 4 اس 0. دونك يعني هادي كتعطي 1 هادي دونك عندنا هنا لي قال. Donc pour donc la proposition est vraie.
إذن ها هي فري بالنسبه ل ان ايتيكال 0. غادي نمشيو لي غيديتي ونبينوها بانها فري بالنسبه ل ان بلس 1 بعد ما نسيبوزيو بانها فري بالنسبه ل ان. دونك ايغيديتي دونك اون سيبوز كيل كو سوا ان ابارتونو ا ان سيبوزون ك لا غاسين ديال او لا لا فالور ابسولو ديال يو ان موان 4 est inférieur à 1 sur 4 à la puissance n est vrai et on démontre là, et démontrant que un plus 1 moins 4 est inférieur à 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Donc d'abord je vais vous dire عندنا ديجا كنا بدينا واحد ليكسبريسيون لقيناها. دونك شنو كنا لقينا دابري لا بريسيدونت كيسيون؟ دونك اون دابري لا كيسيون بريسيدونت اون لا فالور ابسولو ديال يو ان بلس 1 موان 4 ات انفيريور ا لا فالور ابسولو ديال يو ان ا لا فالور ابسولو ديال يو ان موان 4 1 سور 4 باردون 1 سور 4 لا فالور ابسولو ديال داكوغ. دونك هادي راه عندنا وهادي دونك شنو غادي نديرو هنايا دونك حنايا دابا شنو عندنا عندنا يو ان موان 4 ايت انفيريور ا ان سور 4 على بيسونس ان. شنو غادي نديرو غنضربو هادشي في ان سور 4 une fois on trouve 1 sur 4 ça donne 1 sur 4 la valeur absolue de un moins 4 est inférieure à 1 sur 4 à la puissance n plus 1. D'accord, les 1 sur 4 il a trouvé 1 sur 4 à la puissance n mais c'est à la puissance 1 1 زائد وهذه هي اللي بغينا. Donc هي هذه voilà. Donc اذا من هذه وهذه شنو غادي نستنتجو؟ Donc, la valeur absolue d'IL UN plus 1 moins 4 inférieure ou égale 1 sur 4 la valeur absolue d'IL UN moins 4 inférieure ou égale 1 sur 4 à la puissance N plus 1. Et bien sûr, on va faire donc, je vais faire la proposition. Donc, on va faire donc la valeur absolue d'IL UN plus 1 moins 4 est inférieur à 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Et donc, ça est bien sûr n plus 1. Donc, d'abord, Katlina, la conclusion. Donc, la conclusion. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, d'après le principe de récurrence, on a la proposition l'IA UN moins 4 est inférieur à 1 sur 4 à la puissance N et est vrai. On a la limite, on a la limite, on a une seule question. La question que tu vas dire. Donc d'abord, on a la limite. Bima anana. Brina la limite lorsque N tend vers plus l'infini de UN. إذن كيس كون فادير إذن باش نحسبو هاد لا ليميت غادي نحسبو لا ليميت أو لا أون شنو غادي نقولو أون أون إي إن دابري لي كيسيون بريسيدونت إنفيريور أ أن سور كات على بيسونس إن. دونك بيسك لا ليميت ديال لوسك إن طون فير بلوس لانفيني ديال أن سور كات على بيسونس إن شحال كتساوي زيرو. علاش؟ كار 1 سور 4 محصور بين موان زان اي 1. إذن بما أن هادي كتمشي لزيرو فدابري لي كريتير دو كونفيرجونس لي كريتير دو كونفيرجونس لا ليميت
ديال لا فالور ابسولي ديال يو ان موان 4 ايتيغال ا زيرو، سيتادير لا ليميت ديال يو ان كذلك تهي ايتيغال ا زيرو بيان سور لوغسك ان تونفير بلوس لانفي، اه باردون ايتيغال ا 4 ايتيغال ا 4 ماشي زيرو. علاش؟ لان عندنا واحد الكريتير كيقول يو ان موان ان ايتيغال ا زيرو، سيتادير لا ليميت هي ان. دونك هادشي بيان سور كيصدق داكشي اللي كنا قلنا خلال البداية ديال ليكزيرسيس، وقلنا بأن لا سويت كونفيرج فير اي كونفيرجونت فير 4، دونك فعلا لا ليميت ديالها ايتيغال 4. دونك فوالا جو فو غوميرسي اي ا لا بروشين فوا.